طبعا الفترة اللي احنا عايشين فيها كويسة الإضاءة، الفترة اللي احنا عايشين فيها الآن الإكسبلور مسيطرة عليه ميك اب ارتست، فجأة طلعت بموضوع. عمركم شفتوا أحد يطلع ويصرح ويقول ايوه أنا أحب أعمل عملية تجميل؟ ايوه يعني حتى مارلين مارلون قبل لا تموت ما صرحت الموضوع، لكن ريم سويدي ما قصرت. مشكلة يا جماعة، الروحة جميلة وخلقتها ربي خلقها جميلة، بس يقول لك ما يقول شيء. دحين يسووا البنات عملية تجميل ولا ما يسووا؟ يسووا بشيء اللي يحتاجه، زي كنت يسوي كونتور لما تحتاجي فكي كويس. الميك اب الارتست منى النعمان زائد ريم السويدي. لا انتي من قلتي لهم انها تسوي دورة؟ بعدين والمبدعتين الجميلتين بكسر اليين نبيلة ناظر ريما شهير. الله، ايش رايك في الفاشينيستات وبعض الممثلات اللي كان شكلهم قبل عملية تجميل يعني خلقة الله لا وبعد عملية تجميل صاروا حلوين؟ هذول ما حيدخل ويشوف تبع عين اليوم في يوتيوب، حيشوف عدد الابر اللي انا حطيتها على وجهي في سنتين، يعني في كل منطقة خمسة ستة. فهمتي يعني؟ انا عن نفسي اشوف انه البنت اللي انقلها جميله هي اللي ما سوت عمليه تجميل. بس احيانا عمليه تجميل برضه في ناس ما تنقلها جميله، لا بس مين قالها جميله؟ بيرداي في حفله منى النعمان اللي سوتها عشان 500,000 متابع. رائع، سوي حريمي ها. تشيرز. طبعا المصممة الجميلة نبيلة بتصمم ملابس للمحجبات كاجوال، وايضا تربونات تسموها انتم؟ ايوه عمم انا اقول لها بالعربي، بس هي تربون. تحسي الاختيار اللي وقعنا عليه في اخر والله ايوه، يعني احيانا الواحد لما يتجرأ ويغير رايه اخر لحظة ان شاء الله يزبط يا رب. ان شاء الله يا رب. ايوه ترى